أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درس مهم جدا، هو كيفية تحويل دريل الشحن اللي بيه بطارية، كيف يعمل على الكهرباء 220. اخواني، شغلة بسيطة جدا. اذا تريد تحول دريل الشحن لكي يعمل على البطارية، تجيب باور سبلاي 12 فولت 10 امبير مثل ما مكتوب هنا، موجود هذا 12 فولت 10 امبير، موجود في سوق الالكترونيات في الباب الشرجي عند محل الموسوعة، سعره 10 دولار. هذا تقدر تحول بدريل الشحن الى يشتغل على 220 فولت على الفولتية العمومي. من ندخل ل 220 ومن هنا يطلع هذا وهذا ناقص وهذا وهذا زائد، يطلع 12 فولت. تقدر تشغل بيه دريل الشحن اللي يعمل على 12 فولت، واذا اكو دريل شحن يشتغل على 9 فولت ايضا تقدر تحوله على 9 فولت مثل ما تشوفون هسه 12، بواسطة هاي المقاومة المتغيرة بواسطة المفك او الدرنفيس. شوف اخواني، تريد تقلل الفولتية، اذا دريل الشحن مالتك 9 فولت تقلله، تسويه 9 فولت. اذا دريل الشحن مالتك 12 فولت تقدر تخليه 12 فولت. اذا دريل الشحن مالتك 15 فولت او 18 فولت تقدر تغيره ايضا من نفس المقاومة، نعلي الفولتية. بس اشوف ايش صارت، 10 11 12 13 14 6 هسه تقريبا 15. هاي ال 15 اذا دريل الشحن 15 فولت او 18 فولت ايضا يشتغل على ال 15 فولت عادي، ماكو اي مشكله، فرماته طبيعيه يعني مجربه. فهذا الجهاز اخواني باور سبلاي، موجود في الباب الشرجي في سوق الالكترونيات، في محل الموسوعه وغيرها من المحلات في سوق الالكترونيات، سعره 10 دولارات. انا هذا مشتري من محل الموسوعة، سعره 10 دولار، يعني 12000 عراقي. هذا الزائد وهذا الناقص يروح واير، تخليه يبل 1.5 مليم او 2 مليم او 2.5 مليم، لو شوية سميك حتى التيار لا يضيع، يروح هذا واحد للزائد مال البطارية وواحد للناقص مال البطارية. شيل البطارية مثلا وتخلي واحد تلحمه بمكان السالب مال البطارية وواحد بمكان الموجب، هذا أول واحد، أول اثنين سالب وهنا بعدين موجب 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 سالب سالب، يعني ينطيك خروجين. أنت تاخذ وايرين بس، واحد للموجب مال الدريل وواحد للسالب، يعني شيل البطارية وشوف الناقص والزائد وين وتلحمها وشغل الكهرباء من 220. هاي مغطيها راح يشتغل الدريل الشحن بصورة افضل مما هو على البطارية، وبعد ما تحرب البطارية وشحنها ماكو داعي بعد تشحن البطارية. فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.